وأرسل التتر إلى ما حولهم من البلاد يجمعون الرجال لحصار مرو أو مروة لحصار مرو. فلما اجتمع لهم ما أرادوا تقدموا إلى مرو وحصروها وجدوا في حصرها ولازموا القتال. وكان أهل البلد قد ضعفوا بانهزامهم ذلك العسكر وكثرة القتل والأسر فيهم. فلما كان اليوم الخامس من نزولهم أرسل التتر إلى الأمير الذي بها متقدما على من فيها يقولون له: لا تهلك نفسك وأهل البلد، واخرج إلينا فنحن نجعلك أمير هذه البلدة ونرحل عنك. فأرسل أمير مرو يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلد، فأمنهم فخرج إليهم، فخلع عليه ابن جنكس خان واحترمه وقال له: أريد أن تعرض علي أصحابك حتى ننظر من يصلح لخدمتنا استخدمناه وأعطيناه إقطاعا ويكون معنا. فلما حضروا عنده وتمكن منهم قبض عليهم وعلى أميرهم وكتفوهم. فلما فرغ منهم قال لهم: اكتبوا إلى تجار البلد ورؤسائه وأرباب الأموال في جريدة، واكتبوا إلى أرباب الصناعات والحرف في نسخة أخرى، واعرضوا ذلك علينا. ففعلوا ما أمرهم. فلما وقف على النسخ أمر أن يخرج أهل البلد منهم بأهليهم، فخرجوا كلهم ولم يبق فيه أحد، فجلس على كرسي من ذهب، وأمر أن يحضر أولئك الأجناد الذين قبض عليهم، فأحضروا وضربت رقابهم صبرا والناس ينظرون إليهم ويبكون. أليست هذه الحادثة وما حصل هنا نفس ما حصل في بغداد؟ خرجوا الخليفة وحاشية الخليفة وزعماء القوم وقادة الجيش هم وعوائلهم وقتلوهم جميعا وأسروا من أرادوا أسره. يقول: فلما وقف على النسخ أمر أن يخرج أهل البلد منهم بأهليهم، فخرجوا كلهم ولم يبق فيه أحد، فجلس على كرسي من ذهب، وأمر أن يحضر أولئك الأجناد الذين قبض عليهم، فأحضروا وضربت رقابهم صبرا والناس ينظرون إليهم ويبكون. استفهامات: هل يوجد ابن علقمي فيما حصل، أو أن الأمير نفسه من أبناء العلاقم؟ وإذا كان هذا الحال، فإذا كان هذا هو حال المغول في الغدر والبطش والتنكيل، فكيف صدقهم خليفة بغداد وأئمة التيمية وأئمة ابن تيمية التكفيريون؟ فخرجوا إليهم أذلاء من بغداد وسلموا أنفسهم إليهم. وإذا كان خروجهم باستشارة ابن العلقمي، فيأتي استفهام توبيخي وتقريعي آخر على الخليفة والتيمية وابن تيمية بأنهم كيف صدقوا الخائن العميل الذي أتاهم بأمان من قادة المغول الغادرين المستكبرين القتلة المجرمين؟ كيف صدقوا ابن العلقمي الخائن العميل؟